هذه الخرجة الميدانية هو بهدف الوقوف على المشاريع القطاعية في مجال الثقافة والفنون، وكانت فرصة لنا لتدشين مسرح الهواء الطلق الذي استفاد هذه السنة من غلاف مالي يقدر ب 35 مليون دينار من أجل تجهيزه. وبالفعل تمت العملية بشكل مكتمل، يعني ما سيسمح باستغلاله ووضعه حيز الخدمة، وقد أعطينا تعليمات بوضع برنامج يعني برنامج ثقافي وفني يتماشى والذائقة الفنية للساكنة المحلية.